تفضل المجهود تاعكم تفضل المجهود تاع الجميع انت راك وليت ستار في اذا كما نشفع عليك نشفع عليك نشفع عليك الحمد لله ربي يشافي ان شاء الله هذه هي اللي كانت عندك شجاعه الحمد لله سلم على اخذها نشفع عليك ثلاث حالات الاخيره تم خروجها بصفه رسميه من المستشفى كما قلت في الندوة الصحفية منذ قليل هذا ما يعنيش أنه نرفع لديسبوزيتيف تأهب العامل مازال موجود ولازم نقوم به على مستوى معالجة مختلف النقاط على مستوى المحيط على مستوى كل بلدية الولاية وعلى مستوى كل بيت الوطن لأنه هذا الداء وهذا الوباء ماهوش غير بوفريك لانه كاين مصلحه الامراض المعديه الوباء قادر يجي من ولايات اخرى اذا ما كانش القضاء النهائي على بؤر ممكن تؤدي الى الداء طمئن المواطنين وجميع المواطنين تاع الولايات البيضاء انه منذ 3 أيام لم نستقبل اي حاله الواد بن عزة بعد ما أصبح هو يعني اللي الميكروب موجود فيه وهو السبب يعني اللي في وجود هذه الميكروبات على مستوى المرضى كما كانت تدخل السيد الوالي أنه إجراءات استعجالية تم أخذها تم تخصيص مبلغ 6 مليار لتطهيره وتنقيته وتغطية بعض الأماكن فيه وبالتالي نطمئن المواطنين أنه بعد الشولاج تاع الواد بعد يعني الديسبوزيت تاع الشولاج لكلوريد دوشو اللي راه وضعناها وضعتها مصالح المكاتب الصحة البلدية على مستوى كل الأودية نطمئن المواطنين أنه هذا الكلوريد دوشو يقتل كل الميكروبات وما يخلي حتى ميكروب نشكر سبيطة أبو فارق بزاف قاموا بنا وتهلوا فينا والحمد لله رانا راجعين ديالنا بخير هذا